استوديو. وسعدنا يكون معنا الكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي. وهنا التعادل في صاله هيئه قناه السويس وكلمه السر بين النادي الاهلي والزمالك. برحب بك كابتن طارق. اهلا وسهلا وبرحب باستوديو التحليل الاعلام المحترم الكابتن احمد شوبير وهرم كره اليد كابتن احمد العطار وبيقولوا عليه السد العالي الكابتن خالد العوضي حارس مرمى النادي الاهلي السابق. كابتن مباراه صعبه النهارده على النادي الاهلي بسبب الاصابات والغيابات الكثيره، لكن قدرت تخرج بالمباراه برضو بالتعادل، وده مكسب للنادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها. والله زي ما حضرتك قلت كده، انا عندي واحد امبارح جاله صليبي وعندي فايز النهارده، انا حاطط 3 في السكور المفروض ما يتحطوش خالص لان عندهم اصابات، واحد صليبي وواحد جزع في الرباط الداخلي وواحد جزع في الرباط الخارجي. حضرتك لو تابعتوا الماتش هتلاقي ان انا 7 لعيبه 8 واحد كان بيغير بس، فالحمد لله ان قدرنا نخرج بالمباراه بالطريقه دي في وجود لعيبه موجوده في نادي الزمالك محترمه زي حسن يسري وريشه وابو تريكه، دي لعيبه كلها محترمه ولعيبه خبره وهيعرفوا ازاي يقدروا قيمه المباراه ويقدروا قيمه المباراه. لكن لعيبتي الحمد لله النهارده بشكرها على هذا الاداء لان هم 7 امبارح لاعبين ماتش والنهارده جايين لاعبين ماتش هم نفس 7، واتمنى من ربنا ان العين تبعد عننا شويه عشان نفسي نرجع للملعب كاملين عشان اقدر اغير ونقدر نوري للناس واجهه النادي الاهلي الحقيقيه اللي احنا قبل ما نصاب وقبل ما لعيبه تتصاب كان كل ماتشاتنا الحمد لله بتخلص فرق 10 وفرق 11 نتيجه ان اللعيبه كلها موجوده واللعيبه جاهزه، وباذن الله اللي جاي احسن، واحنا ما زلنا باذن الله لنخلص الماتشات المؤجله يبقى احنا اول الدوري بفارق 5 نقط عن ثاني الدوري. يمكن النهارده الكابتن طارق انا شايفه راضي عن اداء اللاعبين، بالفعل قدموا مباراه رائعه امام فريق قوي فريق نادي الزمالك. تقول لهم ايه النهارده وتوعد جماهيرك بايه عشان انت كنت بتعتذر المره اللي فاتت لجمهور النادي الاهلي؟ وانا اعتذرت لهم المره اللي فاتت لان انا كنت برضك في 3 لعيبه موجودين، انا حضرتك بلعب في مركز يمكن الكابتن احمد العطار بخبرته والكابتن خالد العوضي يقدروا يتكلموا في الكلام ده، انا عندي مركز مش موجود خالص، ده انا بلعب بال هتلر بيلعب لاول مره لاعب دايره مهاجم ويمكن لعب شوط بحاله وبدلته بالشوط الثاني بعطى وما بيلعبش في المركز ده، فانا عندي الاثنين الدوائر بتوع منتخب مصر مش موجودين، فتخيل حضرتك فرقه بتلعب بمركز مهم جدا في الفرقه مش موجود، لكن الحمد لله بشكر فرقتي بشكر لعيبتي وباذن الله بوعد النادي الاهلي زي ما وعدتهم في اللقاء اللي فات ان الدوري للنادي الاهلي باذن الله الدوري برضك هيكون للنادي الاهلي السنه. شكرا لك كابتن طارق. شكرا وتحياتي للاستوديو. شكرا كابتن احمد شوبير وعوده الى الاستوديو التحليلي. شكرا.